في موضوع بيسأل عنه متابعي قناة دكتور المنح، وحبيت إن أنا أتكلم عنه، وأتمنى إن حضراتكم تدعموا الفيديو لأن الفيديو ده بناء على طلبكم. إيه هو الموضوع؟ الحكاية ما فيها إن إحنا لما نزلنا على القناة منحة الحكومة الألمانية وكمان منحة فريدريش إبرت للدراسة في ألمانيا، في ناس جات مليت الأبليكيشن بتاعنا، خلينا نعمل الكورس بس. ولما نعمل الابلكيشن بتاعنا عايزين نقدمه على المنحتين دول، ولما بيتم التواصل من فريقنا ايه اللي بيحصل؟ ولو في حد بيتفرج على الفيديو وكان حصل معاه ده ممكن ياكد الكلام اني احنا مش هينفع نقدم لك على المنحتين دول. طيب ليه؟ لان انا لما شرحت في الفيديوهات الخاصه بالحكومه الالمانيه وفريدريش ابرت في المانيا قلت ان حضرتك لازم يكون عندك قبول من الجامعه، وعشان تحصل على قبول من الجامعة لازم حضرتك تتواصل معاهم ويكون التواصل بينك وبين الجامعة نفسها. طيب وهنا جه السؤال، يا ماريو احنا ازاي نقدم على قبول جامعي في ألمانيا؟ والموضوع بسيط وانا قلت لك قبل كده في كتير من الفيديوهات، بس انت مش بتتفرج عليا، او لو بتتفرج عليا بتقعد تقدم متاخر في الفيديو وللاسف مش بتستفيد وبتسال اسئله متجاوبه في الفيديوهات. ما انت لو متابع كل حاجه كان زمانك دلوقتي عارف كل حاجه. فانا دي هشرح لك مره تانية، وعملت لكم فيديو شرحت لكم فيه بمثال ازاي تقدم عن طريق الجامعه، وازاي تقدم عن طريق استخدام برامج تخص التقديم والحصول على قبول جامعي في المانيا، ولكن حضرتك ما اتفرجتش عليه. واديني بعد لك مره تانية علشان تقدم على اي جامعه على مستوى العالم، وهطبق لك المثال على المانيا لان انت عزيزي المشاهد سالت عن المانيا، وانا ما اقدرش ان انا اتاخر عنك في طلب، انت اخويا اللي مش بتدعمني في الفيديوهات بتاعتي. المهم بالنسبة للتقديم على أي جامعة وبالأخص في ألمانيا، حضرتك لازم تروح على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة. أبسط حاجة إن أنت تتواصل معاهم عن طريق البريد الإلكتروني وتقول لهم أنا عايز أقدم عندكم على قبول جامعي. أبسط حاجة يعني لو أنت مش عارف تروح على الأبليكيشن الخاص بالتقديم على الجامعة، فأبسط حاجة إن حضرتك تبعت ايميل تقول لهم لو سمحت انا عايز اقدم عندكم على الجامعه، ايه هي الشروط؟ ايه هي المستندات المطلوبه؟ لو مثلا بتقدم على حسابك الشخصي كم المصاريف للدراسه في كليه كذا في الجامعه بتاعتكم؟ هيرد عليك بكل التفاصيل او هيبعت لك الايميل الخاص بالكليه اللي انت عايز تقدم عليها ويقول لك تواصل معاهم. فالموضوع بسيط. طيب الطرق بتاعت التقديم، يا اما حضرتك بتدخل على الابليكيشن الخاص بالجامعه عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالجامعه نفسه، وبتقدر انت تملى الابليكيشن في الفتره المتاح فيها الابليكيشن. حضرتك بتقدر انك انت لو ما لقيتش الابليكيشن تختصر على نفسك وتتواصل معاهم عن طريق البريد الالكتروني، او حضرتك تقدر انك انت تقدم عن طريق مواقع تخص التقديم على الجامعات الألمانية. والكلام ده كنت شرحته لك في فيديو سابق موجود على القناة، وهتلاقيني سايب لك الفيديو ده بشرح لك مثال تقديم على الجامعة وبشرح لك مثال ازاي تستخدم الموقع ده عشان خاطر تقدر تقدم. هتلاقيني سايب لك الفيديو موجود في الفيديو ده بعد ما اخلص كلام معاك. ولكن اللي انا عايز افهمه لك، لو انت بتقول لي يا ماريو في مواقع بتطلب مني فلوس عشان خاطر اقدم على الجامعات دي، فعايز اقول لك بامانة ربنا ان انت ممكن تختصر ده كله وتعرف الجامعات اللي بتطلب فلوس عند التقديم والجامعات اللي مش بتطلب فلوس، ومحدش يضحك عليك ومحدش ياخد منك $1000 عشان خاطر يجيب لك قبول في جامعة انت رايح تدرس على حسابك. مثلا لو انت عايز تدرس على حسابك والموضوع كله بيتم بكل بساطة، انت اتواصل مع الجامعة عن طريق البريد الالكتروني والجامعه تقول لك كل التفاصيل. ممكن تقول لهم ده انا جربت اقدم عليكم عن طريق ابلكيشن كذا او عن طريق موقع كذا وطلب فلوس، الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ لو هو حقيقي هيقول لك ايوه دول تابعنا او دول مثلا شريك معانا، لو لا هم ممكن يرفعوا اصلا قضيه على الموقع ده لان هو بينتحل شخصيتهم على سبيل المثال. فانت ابسط طريق ليك، اديني بقول لك كل الطرق في الفيديو وبشرح لك الموقع المشهور اللي بيقدم من عليه الناس للجامعات في المانيا، هتلاقيه موجود في الفيديو ده. ولكن اديني بقول لك اهو للمره المليون في الفيديو ده، مش عارف مليون ولا مليون واحد يعني ما علينا يعني. المهم تواصل مع الجامعه عن طريق البريد الالكتروني، وهسيبك دلوقتي مع الفيديو عشان خاطر حضرتك تتفرج وتشوف ازاي تقدر تقدم. لو انت مهتم
تابع الفيديو. لو حضرتك مش مهتم استاذنك عادي ان انت ممكن تتفرجش على الفيديو ده، حريه شخصيه ترجع لك، ولكن انا برضو حر ان انا اكتب لك على الكومنت اللي انت هتكتبه لي ان انا شرحت على القناه، ممكن حضرتك ترجع للشرح. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، طبعا انا بطلب اللايك من متابعي قناه دكتور المنح واللي بيدعمونا واللي بيحبونا. طالما انت بتتفرج لغايه اللحظه دي فاكيد انت من متابعه ومحب قناه دكتور المنح. قول لنا انت بتتابعنا من اي دوله، واسيبك مع الفيديو دلوقتي. ازيكم يا شباب مره تانية. طيب هنا بكل اختصار ومش هنطول في الكلام كتير، دي الجامعات اللي موجودة في برلين، انا كاتبهم لك اهم، اديني جمعتهم لك زي ما حضرتك طلبت مني، والمقال ده هتلاقي الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دي الجامعات اللي في برلين، تمام؟ هتاخد اسم الجامعة ايا كان عايز تعرف عنه، هتاخده كوبي تروح على جوجل تكتب الجامعة، تدخل على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة عشان تعرف عن الجامعة، تمام؟ دي اول حاجة. هنا دي افضل الجامعات اللي في برلين، لو انت حابب ان انت تشوفهم من هنا افضل الجامعات اللي في برلين، دي كل الجامعات اللي في برلين، دي افضل الجامعات اللي في برلين، وبرلين واحده من المدن اللي موجوده في منحه السي بي دبليو برلين، وبيقول لك ان انت تقدر تقدم على واحده من الجامعات دي، تمام؟ حلو الكلام كده. طيب بالنسبه لي بوتسدام دي الجامعات الثمانيه اللي موجوده في بوتسدام، لو عايز تعمل سيرش على جوجل عن في الجامعات الثانيه الموجوده، لو في جامعات ثانيه ممكن تشوفهم، دول افضل 8 جامعات موجودين في بوتسدام، تمام؟ طيب ايه هي طرق التقديم على الجامعات دي؟ انا كاتبهم لك باختصار علشان لو انت مش حابب تكمل الفيديو وتشوف بنفسك دي حاجه ترجع لك، تمام؟ ولكن اول حاجه عن طريق الموقع الرسمي للجامعه، وهقول لك ازاي. تاني حاجة عن طريق موقع يوني اسيست، وطبعا هتقول لي لو انت عارف موقع يوني اسيست يا ماريو ده موقع بفلوس، هقول لك انا عارف ان هو موقع بفلوس، بس انا هقول لك ازاي انت تستغله لمصلحتك انت ومن غير ما تدفع فلوس، وافتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده. موقع ميك ات ان جيرماني ده بيعرفك عن المانيا وكل حاجة في المانيا، موقع مفيد جدا، وبرضه هتكلم لك عنه واتكلمت لك عنه في الفيديو الخاص بيه الهجرة الألمانية عن طريق العمل. الله أعلم، اللي شاف الفيديو أكيد استفاد، واللي ما شافش الفيديو لو حابب تشوفه موجود على القناة، لو مش حابب مفيش أي مشكلة، دي حاجة ترجع، تمام؟ طيب أول حاجة هتكلم عنها وهي عن طريق الموقع الرسمي للجامعة، والطريقة دي أفضل وأضمن طريقة أنت ممكن تقدم بيها على أي جامعة، سواء كانت في ألمانيا في روسيا في أي دولة على مستوى العالم، دي طريقة هتنفعك، تمام؟ طب ازاي؟ انا مثلا جيت هنا عملت سيرش عن جامعة برلين الحرة في جوجل عادي جدا، كتبت اسمها، تمام؟ وبدخل على الموقع الخاص بالجامعة، حلو؟ طيب بعد كده هنا ممكن تلاقي اللغة اللي هي الألمانية، خلينا نشوف الموقع زي ما هيفتح قدامك بالظبط، هتلاقي اللغة الألمانية، احنا ما نعرفش ألماني مفيش مشكلة، هنحوله للغة الإنجليزية. طيب بعد كده انا مش فاهم انا هعمل ايه، وانا راجل عايز يقدم ومش فاهم حاجه من الموقع، انا مش فاهم حاجه من الموقع، مش عارف اجيب من فين البرامج، مش عارف اعمل ايه، ما تصعبهاش على نفسك. يعني انت لو ما لقيتش مثلا جزء خاص بالديبارتمنتس او الانترناشونال ما تصعبهاش على نفسك، حاول ان انت تشوف فين الجزء الخاص بالكونتاكتس، دي ابسط طريقه صدقني. هنروح عند اباوت نضغط عليها، مفيش هنا حاجه تبع كونتاكتس. الاديوكيشن هنا بيقول لي في الاستادي بروجرامز، يعني انا ممكن من هنا اشوف البرامج المتاحه مثلا للاندر جرادويت، اشوف البرامج المتاحه للماجستير، اشوف البرامج اللي ممكن ادرسها باللغه الانجليزيه. فتح عندي الصفحه الخاصه ببرامج الاندر جرادويت اللي هي البكالوريوس، دي حاجه هتنفعني لما اقدم على منحه السي بي دبليو برلين اعرف ايه التخصصات اللي موجوده في الجامعه دي، دي حاجه تنفعني لو انا هقدم على ماجستير في منحه السي بي دبليو برلين، انا بربطها لك بمنحه السي بي دبليو برلين اهو. لكن انت لو عايز تقدم من غير ما انت عايز تقدم على منحه دي حاجه ترجع لك، ادي برامج الماجستير ادي برامج البكالوريوس، طب انا عايز اعرف هي البرامج اللي بتدرس بالانجليزي، انا ما اعرفش لغه المانيه، تمام ادي البرامج اللي بتدرس بالانجليزي اذا كان بكالوريوس او ماجستير. فانا هنا شفت البرامج اللي انا ممكن اكون عايز ادرس واحد منها، طيب تمام، سواء انا عارف البرامج اللي عايز ادرس واحد منها او مش عارف البرامج هقول لك برضو تكمل ازاي، بس احنا هنا لقينا البرامج، طب احنا ممكن نشوف البرامج دي مثلا زي البيولوجي، ندخل عليها نقرا عن البيولوجي، ايه الديسكريبشن بتاع البرنامج، ايه مواصفات البرنامج، هنا ادي الايميل الخاص بالقسم بتاع البيولوجي، يبقى احنا هنا هنركز على الايميل ده، احنا هنا شغلنا الشاغل ان احنا نجيب ايميلات الحاجه اللي احنا عايزينها، لقيت ايميل خاص بقسم البيولوجي اللي انا عايز ادرس فيه، حلو قوي، هعمل ايه؟ هتواصل مع البريد الالكتروني، مش بقول لك اتصل بتليفون وكلف نفسك مصاريف،
لا ادي الايميل، انا طالب فلان الفلاني من دولة كذا سني كذا، وانا عايز ادرس في الجامعة بتاعتكم، التمويل بتاعي هيكون من منحة اس بي دبليو برلين، او لو انت مش هتدخل تبع منحة هتقول وانا عايز ادرس عندكم على حساب الشخص، وانا مهتم بمجال البيولوجي، عايز اعرف ازاي اقدر اقدم على القسم، هل بتحتاجوا مستندات معينة ولا في ابليكيشن هاملاه؟ وهم على الاساس ده هيبداوا يردوا عليك، هم على الاساس ده هيبداوا يردوا عليك، هيقول لك اذا كان التقديم من خلاله عن طريق 1 2 3 4 من مستندات، او هيقول لك اتفضل اللينك اللي من خلاله هتدخل تملى الابليكيشن علشان خاطر نقدر نعمل لك قبول في الجامعة. طبعا قبولك على اساس ان انت بتملى الابليكيشن وبتستوفي الشروط اللي هو هيكون طالبها منك، تمام؟ طيب انا ما لقيتش البرامج، مش عارف اشوف البرامج خالص، ما لقيتش الايميل الخاص بالبرامج، هعمل ايه؟ هنمشي مع بعض نشوف فين الكونتاكت. ادي هنا الكونتاكت، بنضغط على السهم، هنا بنيجي مع بعض في الانترناشونال افيرز اللي هو العلاقات مثلا، او المكتب الخاص بالطلاب الدوليين، وهنضغط عليه. هيفتح معاك الصفحة الرسمية زي ما هتشوف معايا، هو بيحمل دلوقتي الصفحة الرسمية الخاصة بمكتب الطلاب الأجانب والطلاب الدوليين. لو حضرتك سافرت أو أنت مثلا عارف عن الجامعات في الخارج بيكون في مكتب طلاب الدوليين. أدي مثلا ده الدايركتور أو الهيد مثلا، وأنا مثلا الناس اللي بتلاقيهم شغالين في مكتب الطلاب الدوليين. بكل بساطة أدي الانترناشونال أوفيس، بتبعت إيميل، أنا طالب الفلاني وكنت مهتم بدراسة تخصص كذا في الجامعة بتاعتكم، عايز اعرف التخصص موجود ولا لا، ولو موجود عايز اعرف اقدم ازاي. هيجاوبك ويقول لك التخصص موجود ولا لا، هيجاوبك ويقول لك لو موجود هتقدم ازاي. دي افضل طريقة ودي اضمن طريقة وناس كتير مش عايزة تسمعها. انا هعمل ايه؟ اجي اقدم مكانك، قدمت مكانك، هسافر مكانك، هدرس مكانك، هعمل كل حاجة بتعملها في حياتك مكانك. لازم تعرف ازاي تعمل الحاجة بنفسك، وانا ده اللي انا بحاول اوصله لك، لكن للأسف المعلومة اللي بنحاول نوصلها بنهدمها بنهدمها. دي طريقة، دي طريقة. الطريقة التانية هنا في الموقع بتاع يوني اسيست، في الموقع ده حضرتك بتقدر تجيب كل الجامعات الموجودة في برلين او بوتسدام والبرامج والتخصصات وكل حاجة، تمام؟ طيب هنا الموقع ده بياخد منك فلوس، احنا هناخد مصلحتنا من الموقع من غير ما ندفع فلوس، تمام؟ طيب how to apply، لو انت حابب من هنا تشوف get information plan your application apply online، كل حاجة هنا موجودة قدامك. الاول انت ممكن تعمل لك حساب عن طريق ان انت بتضغط مثلا على my assist، تمام؟ وبعد كده هنا حضرتك بيجيب لك لوجن تضغط عليها، لو انت عندك حساب بتكتب حسابك، ما عندكش تضغط على registration، تبدأ تكتب الايميل بتاعك وتكرر هنا مرة تانية الباسورد، ومرة تانية هنا بتكتبه، وبعد كده تعلم على المربع ده وتضغط على register، بيجي لك رسالة على الايميل بتاعك وتضغط على اللينك اللي وصل لك على الايميل عشان خاطر تأكتف الحساب بتاعك، تمام؟ اكتبنا الحساب كل حاجة تمام التمام، هنيجي على لوجن، بعد كده الايميل والباسورد، نضغط على لوجن. كده انت بقى عندك حساب، تمام؟ عايز تعمل حساب اعمله، مش عايز براحتك، انا بشرح لك، انا بشرح لك اللي يخليني صافي الضمير قدامك قدام ربنا قبليك يعني، طبعا ماشي تمام. هنا ادي الموقع بتاعنا، انا هنا هحوله انجليزي، قلت لك حول انجليزي عن طريق ان انت بتحمل برنامج جوجل ترانسليشن اكستنشن على جوجل كروم بتاعك، بيمكنك ان انت تترجم لاي لغه انت عايزها، تمام؟ انا قلت لك قبل كده، او اي لغات انت عايزها تانية بتلاقيها موجوده، تشوز انذر لانجويج فور اكزامبل من هنا، وبعد كده بتبدا تختار اللغه اللي انت عايزها، حتى لو العربيه تلاقيها موجوده، تمام؟ انا هنا عايز اترجمه للغه الانجليزيه، اترجم معايا للانجليزي. وبعد ما بترجم للغه الانجليزيه بنعمل ايه؟ بنبدا نشوف هنا الفلتر بتاعنا، يعني مثلا السمستر، ترجم انجليزي بقى. طيب بعد كده هنا بنيجي السمستر مثلا اللي احنا عايزين ندرس فيه 2023، تمام؟ بعد كده بنيجي هنا مع بعض بنبدا نشوف ايه هي الجامعه اللي احنا عايزين نقدم فيها، بنشوف الجامعه ايا كانت هي، بنبدا ندور عليها، مثلا ندور على جامعه برلين الحره على سبيل المثال، ادي الجامعه، تمام؟ بعد كده هنا ممكن نعمل عنها سيرش، او ممكن نعمل فلتر اكتر عن الجامعه دي، يعني مثلا هنا
المدينة برلين. يعني احنا كان ممكن نختار المدينة قبل الجامعة عادي جدا، تمام؟ انت بتعمل فلتر على مزاجك انت. هنا مثلا انت عايز تدرس مثلا بكالوريوس او ماجستير، بتختار اللي انت عايزه، تمام؟ بعد كده بتعمل سيرش، بعد كده بتيجي هنا معاك كل البرامج المتاحة في الجامعة اللي انت اخترتها، وهي جامعة برلين الحرة. انت ممكن تلغي الاختيار بتاع جامعة برلين الحرة بحيث ان انت تعمل سيرش، والسيرش ده يقول لك على كل الجامعات اللي موجودة في برلين بتخصص البكالوريوس. هنا بيجيب لي كل البرامج اللي موجودة، تمام، في جامعة برلين الحرة. تمام، انا كده عرفت ان جامعة برلين الحرة فيها التخصص اللي انا عايزه، فبروح رايح على الموقع الرسمي الخاص بجامعة برلين واتواصل مع الكونتاكتس الخاصة بالانترناشونال اوفيس. تمام، طيب ممكن هنا مثلا على سبيل المثال نشوف اي حاجة تانية في مدن تانية بالنسبة للبكالوريوس، ونشوف مثلا في اي مدينة تانية احنا عايزينها، لكن احنا ليه مركزين على برلين وبوتسدام؟ لان هما دول اللي احنا عايزين نروح ندرس فيهم في منحة SBW. لكن انت ممكن تشوف اي مدن تانية موجودة في المانيا وتبدأ تختارها وتقدم حضرتك. يعني مثلا هنشوف اي حاجة من هنا، وليكن هامبورغ على سبيل المثال، هيفتح لي هنا كل البرامج. خلي بالك البرامج دي للماجستير والبكالوريوس. لو انت عايز تحدد بتيجي هنا وتحدد مثلا باتشلور او دبلومة او مثلا ماستر، على حسب ايه هي البرامج اللي هتكون متاحة، وبتبدأ تختار وبتشوف من هنا ايه هي البرامج المتاحة، تمام، وبتروح على الجامعة اللي انت بتشوفها. يعني مثلا هتشوف انهي جامعه اللي متاحه، هامبورغ ديستانس ليرنينج يونيفرسيتي، فانت بتروح على الموقع الرسمي وبتبدا تتواصل معاهم، انا عايز ادرس البرنامج ده عندكم، ازاي اقدم عليه. يبقى انا كده استفدت من الموقع ده وما قدمتش معاهم ولا دفعت اي فلوس اطلاقا، تمام. طيب بعد كده هنا الموقع ده ميك ات ان جيرماني، ده موقع بيساعدك ان انت تعرف كل حاجه في المانيا. الموقع ده زي ما قلت لك وشرحته لك في الفيديو الخاص بالهجرة لألمانيا، ان ده من خلاله تقدر تعرف كل حاجة عن ألمانيا. يعني مثلا خلينا هنا نيجي نحوله مع بعض للغة الإنجليزية الأول، وهنيجي هنا مع بعض هنبدأ نختار احنا عايزين نستضي ندرس، تمام، وهنضغط على ستارت. بعد كده هنا بيجي بيقول لك انت عايز ايه، عايز ادرس. هنا انت مش مواطن من الاتحاد الاوروبي ولا من اندورا ولا استراليا ولا البرازيل ولا دوله من الدول، ولا اليابان ولا كندا ولا اي دوله، احنا بنختار انذر كونتري، تمام. هنا بيقول لك ايه الفرص بتاعتك، بيقول لك انت تقدر حضرتك تلاقي العديد من الفرص في المانيا للدراسه. انت تقدر تعمل كده عن طريق ان انت تاخد فيزا دراسه، كل حاجه هو بيشرحها لك هنا. بيقول لك اليونيفرسيتي انترنس كواليفيكيشن لو انت حابب تقرا عنها. هنا بيقول لك عن الفيزا فور ستادي، انت لو عايز تعرف عن الفيزا فور ستادي بتمشي ازاي، هنا بيقول لك ستيب 1 ان انت مثلا بتشوف الانترنس كواليفيكيشن، ده لو دي متطبقه، لكن لو مش مطبقه على جامعه عادي جدا انت بتقدر تقدم عليها. بيقول لك هتشوف انت هتبدا حضرتك تدرس باي لغه. خلي بالك انا بيقول لك بروف اوف لانجويج سكيلز اف ريكوايرد، ده كلمه اف ريكوايرد يعني لو طلب، ده بيوضح لك ان في جامعات مش بتطلب منك اجاده لغه. خلي بالك انت ممكن الدراسه بتاعتك تكون باللغه الانجليزيه او باللغه الالمانيه، تمام. بعد كده بيقول لك بعد ما انت بتحصل بقى على القبول بتاعك عن طريق ان انت عملت كل المتطلبات الخاصه بالجامعه وسلمتهم الاوراق المطلوبه، تعمل ميعاد في السفاره الالمانيه عشان خاطر حضرتك تقدم على الفيزا، عن طريق ان انت بتقدم المسندات بتاعتك زي الباسبورت، زي مثلا يونيفرستي انترس كواليفيكيشن، زي الادميشن اللي هو بتاع القبول اللي بياكد قبولك في الجامعه، وهكذا. بيشرح لك كل حاجه، بيقول لك ان انت بتدفع 75 يورو تمن الفيزا دي. بيقول لك ان هنا حضرتك هيكون طالب منك انشورنس اللي هو تامين الصحه عشان تدخل المانيا. بيقول لك هتحجز التذكره بتاعتك، بعد كده لما تروح المانيا هتعمل ايه، بيشرح لك كل حاجه انت ممكن تعملها او هتحتاجها، تمام. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عايز تعرف حاجات اكتر عن الجزء الخاص بستادي ان جيرماني انت ممكن تدخل على الموقع ده. هنا بيقول لك كل حاجه، كل حاجه ليه تختار المانيا، عامل لك هنا فيديو كمان. هنا بيقول لك دي حاجات انت لو عايز تعرفها عن المانيا، الناس اللي بتهتم بالتمويل ممكن تلاقي هنا حاجات عن المنح اكتر، ممكن تلاقي هنا عن الاكومنديشن اكتر. كل حاجه، كل حاجه بتلاقيها موجوده على الموقع ده، كل حاجه بتلاقيها موجوده على الموقع ده. هنا بيقول لك لو انت عايز حاجات تلهمك، هنا بيقول لك عن الايفنتس اللي بتتعمل، كل حاجه. هنا بيقول لك فور ستيبس تو جيرماني، اربع خطوات عشان خاطر تبقى في المانيا. هنا بيقول لك لو انت عايز تعرف اكتر عن الموديل، لو انت عندك اسئله شائعه ممكن تعرفها، لو انت عايز تقابل ناس من الناس اللي موجودين في المانيا بالفعل، مش تقابلهم فيس تو فيس طبعا، عن طريق اونلاين، عن طريق مثلا انت تتحدث معاهم، برده بتلاقيها موجوده هنا. هنا بيقول لك الحياه، وبيقول لك الدراسه، كل حاجه برده موجوده على الموقع ده، تمام. والموقع ده خلي بالك ده موقع حكومي من الحكومه الالمانيه، تمام. فانا كده حاولت بقدر الامكان ان انا اغطي لك كل حاجه عن التقديم على الجامعات في المانيا.
هتقول لي انت ما شرحتليش على جامعه، اقول لك انا قلت لك ايه هي الطريقه، لان انت زي ما انت شايف هنا في العديد من الجامعات مستحيل اشرح لك طريقه التعليم على كل جامعه، فانا اديت لك المفتاح. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك.